دي بروينا، عايز اسالك على حاجتين. الحاجه الاولانيه انه وصل ل 20 اسيست، والرقم القياسي زي تيري هنري في موسم واحد، وقال لك ان انا عندي 2 اسيست كمان انتوا شلتوها مني. كان زعلان جدا في اخر انترفيو ليه في البتاع، كان زعلان جدا. هو يزعل كمان، عارف ايه اكتر منه؟ انه ما خدش احسن لعيب في الدوري الانجليزي بصراحه السنه دي. انت رايك احسن من الكتاب دي مين الكتاب دول بقى؟ رايترز الصحفيين يعني. طب دول زينا بيتفرجوا يعني. هاندرسون احسن من دي بروين؟ مش ممكن يا جماعه. في كره القدم مهما كانت، بص طبعا لعيب كويس، بتبقى مسيسه اكتر، خد البريمير ليج ولعيب كويس طبعا ومستواه تقدم، بس لا يقارن بدي بروين. وجهه نظري يعني، وجهه نظري في متعه كره القدم لعيب متكامل دي بروين يعني. بيجيب اجوان، بيعمل اجوان، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، بيضغط، عنده لعيب متكامل كفرقه، بيقدر يعمل لك حاجات كتير يعني. ممتع بصراحه دي بروين، ممتع. شوف اخر ماتش، جونين جابهم ازاي، حلوين، كل حاجه سهله. فده اللي انا شايف. الحاجه كمان اميدو عايز اقول لك عليها، الاسيست ان هو متضايق 20. اللي بعديه مين؟ مش عارف. الكسندر ارنولد الكسندر في كورنر كتير، 13 جول. اللي بعديه مين؟ هندرسون 12. باكين طرف بعد دي بروين 20 اسيست. ارنولد معظمها كورنرز. كورنرز كمان، او يعني كروسز ممكن. اكتر واحد عمل كورنرز حلو قوي في الماتش الاخير لفيرمينيو قبل الاخير يعني. بس برضه دي تديك انديكيشن ان يعني اللعب على الاطراف، ان هو بيوصل للجول، مش اللعيبه اللي بيلعب، مش البلاي ميكر او نمره 10. الحاجات دي مش موجوده، ان انت من 21 دي بروينا للباك رايت والباك ليفت هم اكتر اثنين عاملين اسيست على مستوى الدوري الانجليزي يعني. بس ما هي دي ميزه كلوب.